انت كيف رجعت طلعت بحياتي؟ قلي لشوف. هي صدفة القدر. أنا رجعت. كيفك يا حلوة؟ لهلا ما أكلتي؟ لا أكلت. رنيم خانم سألت عنك وأخذت العنوان، إجيت لهون؟ إجيت. إيه وبهالوش استقبلتيها؟ وأكيد ما غيرتي ثيابك وتركتي كل هالوسخ. نظفته. نظفتيه بالله؟ ريما ما عاد شفتي؟ طلعي شوفي وسخ 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 وسخ. لك خلص عروة. مو حلوة بحقك. إيه شو حكيت وقولي لي لا تطقيني. كان بداياني أرجع عالشغل بس أنا ما قبلت. شو 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 قلتي؟ ما قبلت. لا لا وبتقوليها بكل رياحة؟ ريما رنيم خانم ما بتحب حدا يرد لها طلب، بتكون جاني هلا. شو بدي فيها؟ رح أسألك سؤال. رح ترجعي لوعيك ولا برجعك بطريقتي؟ طيب. شو عم تساوي؟ العمى بقلبك شو متخلف؟ قولي كمان شو قلتي؟ انت متخلف. هاي ريما القديمة. وقفي بس لازم اتأكد. عروة رح اطلع بروحك هلا. جربي لكان هلا بتشوف. تعال عم قلك تعال. جربي. انا بورجيك عروة. امسكيني. تعال. شو مجرمة انت متوحشة؟ ليش عم تساوي هيك؟ ليش هيك عم تساوي؟ رجعتي لوعيك؟ ما دخلك. شكلك رجعتي. اطلعي فيني شوي. بكاسة مي انحلت القصة. لو كنت بعرف كنت فوتك تحت الدوش. لك عروة تركني بحالي مو ناقصني. بعمري ما بتركك. اسمعي لقلك من اليوم ورايح قصة الكآبة رح ننساها. المقت بخليكي بمحلك. بدنا نحط خطة جديدة من اليوم وبدك تنفذيها أو أنا رح نفذ بدالك. هلأ اسمعي مني. هلأ رح تطلعي لعند الفلتانة اللي فوق، بتحطي لها حد وبتفهميها كل القصة. رح تحكي لها كل شي من طقطق للسلام عليكم. بتقولي لها انه مجد خطيبك. ترجعي ريما القديمة. بتوقفي الكل عند حده. تمام حبيبتي؟ اتفقنا يا بنتي؟ رح ترجعي البنت الحلوة القوية ريما الحبابة. اتفقنا بس خليني غير ثيابي على القليلة. خلص بقى اطلعي من هالبواب. شو مفكرة رح تضحكي علي؟ يلا 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 روحي. حلوة من شان الله. خلص يلا لشوف. يلا يلا. عروة لك عروة انت واحد مجنون. افتح الباب. عروة افتح. ملاك ملاك شو ما حد عم يفتح لك؟ شو القصة؟ حبيبتي ما في شي. عروة بالحمام وهلأ بيفتح لي الباب. تسلمي لي. شكرا كلك ذوق. عروة عروة. طيب اطلعي لعندي وبس يطلع من الحمام بيفتح لك. يلا اطلعي مو حلوة تضلي هيك واقفة على الباب. انا بورجيك. يلا ملاك. طيب حبيبتي. حبيبتي انا لازم اروح. مبين انك مشغولة وجايك ضيوف. بالله خليكي بعرفك عرفيقي. هادي اللي حكيت لك عنه هداك اليوم اسمه مجد ما تذكرتي ملاك؟ جاي لعندي. صراحة ما كان في شي بيناتنا من قبل بس كأنه بهالفترة بلشنا نستظرف بعضنا. شو بيعرفني؟ بعدين لما تشوفي وتعرفي بدك تعطيني رأيك لأنه كتير بيهمني انطباع العالم عنه. مجد ظريف كتير. خليكي شوي. لا حبيبتي. أنا بروح وانتي بتحكي لي بعدين. اجا. خلص حبيبتي مو حلوة تروحي هلا. خليكي شوي معنا. طيب لكن بس لفوت على الحمام. ماشي.
مرحبا. أهلا وسهلا، تفضل. هل عشاء إلي؟ طبعا إلك، لمين بده يكون يعني؟ أنت سويت لي عشاء، وهالمرة لنكون متعادلين العشاء علي. ليكي مريم، أنا بدي أحكي بهالموضوع. صحيح، نسيت إلك إنه في عندي ضيفة، هي هلأ بالحمام، اسمها ملك، هي جارتي اللي تحت، بس تطلع بتتعرفوا على بعض، من أجل العشاء لبعد ما تروح أحسن، شو رأيك؟ مو مشكلة، طيب. كأنه هي مرضاني شوي، بس أكيد هلأ بتطلع، كتير لذيذة هالصبية، رح تعجبك. أنا رايحة أشوف شو صاير معه وراجعة. ملك؟ ملك؟ حبيبتي فيك شي؟ لا أنا منيحة، بس ممغوصة شوي، يمكن أخذ برد، يعني ما بطول لكني طالعة. طيب حبيبتي، عم نستناكي. قالت لي ما بتطول، هلأ بتطلع. أنت مانك مستعجل مو هيك مجهد؟ لا ماني مستعجل أبدا، ما عندي شيء. لا هي كتير طولت، قايمة شوفها. ملاك؟ أنت منيحة؟ لا ماني منيحة أبدا. ملاك؟ حبيبتي، أنا كأني تعبانة وممغوصة شوي. خلص لا تخافي، نسيني، يعني عدو وأنتوا مرتاحين. ما بعرف شو صاير له. قد صارت الساعة؟ مريم، عم أقول لحالي الأحسن إني أمشي. طيب والعشاء اللي تعذبت فيه مشانك؟ رفيقتك مبين انه وضعها مكركب، وهي ببيتك ما حلوة تتركيها لحالها، وانا مو حلوة ابقى، يمكن البنت محتاجتك وخجلانة مني. مجد والله انا اسفة كتير، شو يعني الحكي؟ ما توقعت انه البنت رح تجي لهون وتمرض عندي. ولا يهمك، عادي بتصير، بكرة بجي لعندك ونتعشى سوا. يعني ما انزعجت؟ انا؟ عم يرن الموبايل. يرن الموبايل. ما عاد رن. أنا رايح، نحكي وبشوفك. ماشي، معناته رح أطلع ودعك. اشتقت لك كتير حبيبتي، ما بقدر اتحمل انك تبعدي عني. يا ريت لو بقدر اترك الشغل وابقى جنبك على طول. لا تنسي اني كتير بحبك. ملاك انت منيحة؟ مجد راح، اذا بدك شي قولي لي. انا منيحة، فيك تقولي صرت منيحة كتير، لكني طالعة لعندك.